خالصة معاكي فرخة من كنتاكي عليكي مرتبة تاكي. تمام، بت ماشية محترمة جدا، الواد بيغريها بفلوس يغريها بتليفونات وهي مكملة في طريقها ما بتتأثرش. جميل، انتوا مش عارفين تجيبوها؟ انا الفجر اللي مفيش مني اتنين. بص علي يا زميلي، انا هجيبها تراهني يا اسطى؟ انا براهن على بنات اصلا، فاهمني؟ يعني مش هجيب عربية، مش هجيب ساعة، مش هجيب موبايل، انا بجيب بنات. هتشوف دلوقتي. ايه ده، انت رهنتهم؟ اذا انت كسبت. انا دنيا بتاعت الشباب اللي بيتحدني وبيلعب عليا قمار بخليها تتقلب نار. دنيا، انت فقعتيلي الحاجات يا دنيا حبيبتي. اهو ربنا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بقى في خير. معاكم عبد الله جامبو، فيديو جديد. جيش الجامبو لايكاتكم، لايكه كلمتين بقى ويلا بينا نرجع كده زي زمان. ادينا رجعت لكم اللوكيشن الجديد. والله العظيم اخويا لسه تعبان ومحدش جالي على الانستجرام قال لي حتى الف سلام عليه، بس انا عم زعلان منكم. المهم، وحشتوني قوي قوي قوي. تمام، وعايزين بقى نرجع بقى للاكتف بتاع زمان. كل عايز منك بس ان انت دلوقتي ترزع لايك فاجر. تمام، جيش الجامبو لايكاتكم ويلا بينا نرجع لايام الضحك. لو انت لسه جديد اشترك في القناه تحت، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. معاك عبد الله جامبو في فيديو جديد. ولو انت عايل سيكي ميكي هاي، احسن لك ما تكملش الفيديو، عشان ان شاء الله ان شاء الله احنا راجعين زي زمان. حبيبتي، هو انت نسيتي الهدوم في البيت؟ لو نسيتي الهدوم نبعت الحاجه سناء تجيب لك الهدوم. ايه مالك فيه يا ماما؟ الاندربان. الاندربان يا روح. انا متاكد ان العربيه سوزوكي ديت كانت معديه وعماله تبص عليها وتقول ايه ده، مالها البنت دي؟ هل هي شحاته مثلا نروح نجيب لها هدوم ونيجي؟ الحمد لله على نعمه الستر والغطا، الحمد لله الحمد لله. قلبك طويل شعرك جميل وجمالك رباني. حبيبة قلبي يعني. طب وبالنسبة للبنطلون؟ يعني الكوكو باين. الكوكو، احترمي الكوكو واستري. يعني البسي حاجة ضيقة. عايز تلبسي ضيقة البسي ضيقة، بس في البيت مش على الكاميرا. يعني احترمي ميتين أبونا، يعني احترمي ميتين أبونا. ايه ده، في ايه؟ هو في يعني، انا مش عارف، بس الروج الاسود ده انا ما مش حاسه، يعني مش داخل لي. يعني حاسس ان هي عايصه شفايفها كاكا. يعني صحيت الصبح بدري كده، خدت الكاكا حطيتها في شفايفها، مش عاجبني. يعني اكتبوا لي رايكم في الكومنتات برضه. مش انا اجيب لكم جوني سينس؟ مين هذا جوني سينس؟ لو متحرر عادي عرفنا على بعض. مين بيكون؟ انا ما بعرفه. شكله واحد متحرر. لنشوف. مين جوني سينس؟ لو متحرر عرفونا عليه. مين؟ ما بعرفه، بس لو متحرر بتعرف عليه. جوني سينس ده لو انت عرفتيه قسما برب الكعبة مش هتعرفي تنامي من كتر الوجع اللي هيحصل لك في دماغك. خلينا محترمين، في دماغك. ها؟ ثواني، استحلفكم بالله تركزوا معايا. ده واد عايز يعلق بنت، تمام؟ المهم جاب صاحبه عشان يعمل له حته كرييتيف، حته فشيخه ان هو يساعده. حط الدبدوب في النص وراح مخبط لها على كتفها. يعني ما مؤاخذه في الكلمه، هو ايده مقطوعه ان هو يحط الدبدوب جنبها او يخبط لها على كتفها؟ مش فاهم يعني ايه الجامد في كده؟ ايه الجامد في كده؟ ياه، خليتهم يعلقوا بعض. ياه،
ده انا هخش الجنة، انا هخش الجنة عشان انا وفقت راسين في الحرام، مبسوط قوي. ايه ده، ايه الواد المنقذ ده؟ ما شاء الله ده سوبر هيرو ده. ده الواحد محتاجه يكون واحد من صحابه، يعني واحد محتاج واحد شبه دوت من في صحابه. إيه تليفونها اتكسر على طول، راح جاب لها تليفون. طبعا هو جاب لها كرتونه فاضيه، يعني حاجه معروفه. فاهم انا ايه علاقه دوت بالفيديو حضرتك؟ يعني ايه علاقه دوت بالفيديو؟ انت كلت علقه وعديت على صاحبك اللي انت بتساعده ف جالك وماشي، مش فاهم يعني. انت مش فاهم يعني، اكتبوا لي في الكومنتات ايه العلاقه. انا مش فاهم. ما ننفذ حكم الاعدام. بص يا صاحبي هقول لك كلمه. بص انا هقول لك كلمه، احترمي نفسك يا وسخه واستوري نفسك، تمام؟ لو عايز الحاجات دي تعاليلي في البرايفت، بس مش قدام الناس. بصي اهم حاجه نتقي ربنا، اهم حاجه ايه؟ نتقي ربنا انا وانت، عشان ربنا يكرمنا في اللي جاي. طيب يا جماعه الخير، ده فيديو بسيط ان شاء الله يعجبكم. حط لنا لايك جميل وانتظروا الفيديوهات الجايه، تمام؟ كان معاكم عبد الله جامبو من قناه عبد الله جامبو. حط لنا لايك وتعالى على الانستجرام هنا او هنا، وعايزين بقى نرجع زي زمان، لايكات كتير، كومنتات بالهبل. وبشكركم جدا وبحبكم جدا. جيش الجامبو، لايكاتكم، سلام. انت خلصة معاكي فرخة من كنتاكي، عليكي مرتبة تاكي. تمام، بنت ماشية محترمة جدا، الواد بيغريها بفلوس، يغريها بتليفونات، وهي مكملة في طريقها ما بتتأثرش. جميل. انتوا مش عارفين تجيبوها؟ انا الفجر اللي مفيش مني اتنين. بص عليا يا زميلي، انا هجيبها تراهني يا اسطى. انا براهن على بنات اصلا، فاهمني؟ يعني مش هجيب عربيه، مش هجيب ساعه، مش هجيب موبايل، انا بجيب بنات. هتشوف دلوقتي. ايه ده، انت رهنتهم؟ اذا انت كسبت. انا دنيا بتاعت الشباب اللي بيتحداني وبيلعب عليا قمار، بخليها تتقلب نار. دنيا انت فقعتي لي الحاجات يا دنيا حبيبتي. اهو ربنا حبيبتي. هو انت نسيتي الهدوم في البيت؟ لو نسيتي الهدوم نبعت الحاجه سناء تجيب لك الهدوم. ايه مالك في ايه يا ماما؟ الاندر بان يا روحي. انا متاكد ان العربيه السوزوكي ديت كانت معديه وعماله تبص عليها وتقول ايه ده، مالها البنت دي؟ هل هي شحاته مثلا نروح نجيب لها هدوم ونيجي؟ الحمد لله على نعمه الستر والغطاء، الحمد لله.